من أهل مجلس المواصلة بين علماء الإسلام، وضمهم هذا الاجتماع في معهد الشيخ نواوي عبد الجليل بسيدوغيري. بارك الله في جمعكم وأنتم تخوضون فيما يجب أن يكون للمعاهد من دور في البيئات حولنا، فإن ترجمة قيامنا بهذا العمل العظيم في متابعة النبوة والرسالة والخلافة عنها تتجلى في والواقع من حوالينا، إذا راعينا الأثر وراعينا النتيجة والثمر، فإن من الواجب على كل عامل بطاعة الله تعالى بعد إخلاص قصده لوجه الله وأدائه الأمر على الوجه الأتم أن ينظر إلى النتيجة وإلى المقصود من ذلك العمل. ومقصود الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إنقاذ خلق الله من معصية الله إلى طاعته، ومن الغفلة عنه إلى ذكره، ومن مخالفة شريعته إلى تحكيم هذه الشريعة. فيجب أن يكون للمعاهد أدوار مباركة في انتشار تحكيم شريعة الله تعالى في من حواليهم، وضبط أقوال وأفعال الخلق بميزان الشرع المصون، والابتعاد عن تبعيات الكفار والفجار في الأقوال والأفعال والأزياء والصور والمعاملات. فيجب على أهل كل معهد أن ينظروا أثرهم في الجيران ويعملوا لذلك الوسائل، وأثرهم في القرية التي هم فيها وما حواليها من المدن والقرى، وإنما ذلك بصدق العزيمة والنية وصفاء الطوية وامتلاء القلوب بالرحمة على عباد الله تعالى ونية الخير لخلق الله. فبي